الله على نبيه الكريم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامج ضيف الثقافية. ضيف الثقافية هذه الليلة سيكون برنامج متميز، قد اخترنا له الأخت أم الخيري بنت أحمد بن عبد الله وهي إعلامية وأشياء أخرى ضيفة. مرحبا بك أم الخيري. أهلا بكم، شكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا لقناة الثقافية على البرنامج الأساس. للتعريف بك أكثر نقول لقطات التي مرست بجميع مراحل التعليم من الابتدائي إلى الجامعي، حصلت على الماستر 2 في الحضارة والإعلام من جامعة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقبل ذلك كنت تتابعين شعبة العلوم الطبيعية، حصلت على بكالوريا ثم شهادة الدراسات الجامعية العامة وعلى الليسانس في النظم البيئية من المعهد العالمي العلمي العالمي والمتريز من في النظم البيئية الساحلية، وكان موضوع الرسالة هو التثبيت الميكانيكي للرمال لتجربة الحزام الأخضر. إذن هذا استفدت من دورات تكوينية متعددة في مجال الإعلام اللي عجبتي، هو اللي اخترتي في النهاية، إعداد تقارير سياسية من المعهد الأمريكي للديمقراطية وأخلاقيات وأدبيات الصحافة، شبكة الصحفيات الموريتانيات حول المرأة، المرأة الصحفية طبعا، المهنية والأخلاق في مواجهة التعددية الإعلامية وتكوينات أخرى. بالنسبة للوظائف حصلتي، أنت كنت مدة 6 سنوات في مسرحة العنونة بمجموعة نواكشوط الحضارية، صحيح؟ صحيح، ما بين 2002 إلى 2008. مع أني بعد شخصيا أتساءل ما الذي عنونه في نواكشوط؟ السؤال وارد وجوابه مودي ما شاء الله قريب. مشروع عنونة مدينة نواكشوط مشروع زين، يرى ولك من الثقافة اللي نفتخر عني قطعتنا مدسمة منها. عنونة برنامج كبير، قد عود قط استفاد منه لكسر الأول حياك ودية، استفادت منه عندي عن كارتيات الولايات وعدلت في مدينة كهيد، معدل ملك الساعة نصراني، كان مؤمن بالمدينة ومؤمن بالحضر ومتطلبات المدينة. العنوان في سطر خارج فيه عن مولى صملك واس ان دي ايه اللي هي يجي مباشرة يستهدع للناس اللي لها هي يعدل يريد فيه لهم الله يجيبوا لهم فكاتير والسائق التاكسي، سائق التاكسي ولا البريد، تصور يعني انا كذا قلت لهم ولا البريد السريع مولي، ولا انا كذا قلت لهم ولا تاكسي عنده اطرحني عند الدار رقم كذا انجلك كذا 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 يشتري، انت تكتب له ولا رقم رقم الشارع والحي الباب يجي مباشرة. الحقيقة انا لابد له من تراكمات من التثقيف في المجال. هذا هو اللي فيني انا معاه. التثقيف في المجال بين الحين وهذا على برنامج عنه لا تم بتره وضع وعده. وقبلت منه لا طشت يعني الضرائب للمجموعه الحضريه الساعه قطعناها كانت ماشيه معاها، استفادت منه في تقسيم مثلا توزيع الضرائب وتوقف هذا الابوات في ذاك اللي يعدل الناس اللي مات ما حتى ماشي على الطريق الجبايي. يغير هو كان مفهوم وسع من ذا كامل، كانت تشوف سياره الاطفاء ما عندها مشكله يمشي لها العنوان. تجي مباشرة حتى قاع مول الشاري تقدر تدخل الترحيل ويجيب لك بريق بدي يعرف عنك عندك كذا وكذا. تاكي اذا مشيت وقلت عنك ماشي واحد سمع سكتهم فبلا تدخل عيد العربية ولا يجيك عيد العصرية، هذا ما تري عنوان يقدر اقاش يمشي عليه وتالي وكذا ياسر الا هو بعد ما يمشي عليك سيارة الاسعاف اللي تسعف المرضى والناس اللي قاع بين هذا زين حتى وكان برنامج تتفق معاه ولا تعقبه عملية التثقيف هو عملية التحسيس في كاع السابق وسابق البرنامج هذا عطينا سنتين في مفوضية تشغيل سابق وتشغيل الشباب مفوضية الدمج كانت قابلة على مدار السنة وشي 208 من الأطر من حملة شهادات وكونتهم على الميدان. كان التعاون بين شركة بي اس ان والمجموعة الحضرية ومفوضية الدمج. عقب المجموعة الحضرية عدلت مسابقة لتكتتب 15 إطار في المجال هذا،
عدل مسابقة، وفي كل المسابقات العادية ومقطوع الاسم ونفس لجنة المسابقات العادية، جيد، هذا وفيها جيد. الأرقام السرية، وخرج فيهم أول مرة أشوفها أنا بعد الشفافية، وجيت إذن أنا الساعة رقم واحد عندي 16.5 تقريبا، بعد معاي 14 إطار، وطيت معاهم 5 سنوات سنين ما أوضح لي الحال عقب الله إذن شيطان بعد أصلا. هذه العنونة التحقت بإذاعة نواكشوط الحرة، وكانت تجربة غنية حقيقة. إذاعة نواكشوط الحرة كانت من أهم الإذاعات المحلية، وكنت مقدمة نشرات ورئيس التحرير ومعدة ومقدمة برامج، ثم أصبحت يوما ما منسقة عامة لشبكة الصحفيات الموريتانيات، وأنت كاتبة نعرف ذلك، كاتبة ممتازة. كاتبة مقدسة. نبدأ أسئلة البرنامج، نناقش أسئلة البرنامج. قبل أولا أختارك تحدثيني في سطور قليلة عن تجربتك التقليدية في اكتساب المعارف والمحيط الذي نشأت فيه، ثم بعد ذلك تحددي لي مفهوم الثقافة وماهيتها. شكرا جزيلا. أنا كغيري من عشت حياة عادية معتادة بسيطة، تربيت الحمد لله في كنف والدي أرحم إن شاء الله، والدي يطول عمر إن شاء الله، الوالدة في بيت متعلم، بيت تثقيفي، بيت بمعنى الثقافة، بيت الثقافة ما هي نعقول نعرف عنها ما هي العلم واحد ومعها العمل. وقريت القرآن الأول قريته في الدار فهم. للأمانة بعض أنا كانت قريته لي امرأة في قنت هذه اللي قريت فيها حفظتي؟ ما حفظته ده سنتيت بدايته مع أول ما أنت أول ضيف والله ضيف التقيه ما هو حافظ وشفت هذا لا هي لا يتخصر على البرنامج جيب المطافرة أيوة ذاك ما أنا الله ماني حافظة ولا ما قدرت فخر شي ما هو عندي من فم عقبت قريت دخلت النظام التعليمي العادي سنة 80، السنة الأولى عدت مدرسة وادي الناقة، السنة الثانية عدت في كل خيار، نطيت أسبوعين ذا والدي، السنة الثانية ذا كل شيء قط قريت. لا كيف شيء قط قريت؟ قلت لهم يعني والله قالوا لي هم قص السنة الثالثة تو، قبل أنا قص سنة اللي صار عندنا حليك اعتذر كل دي هذه رحمة الله علينا وعلى السابق قلت انباع. يعني معدل في السنة الثالثة زمن شوي دحليك الساعة رحمة الله علينا. وعليها. إن شاء الله وعقب ذاك رجعت عندي يعني انا ضعت سبخاوي يوم ولي مثلا ما قط عدد سنتين في مدرسه واحده هذا هو عندنا ترحال اصلا قد يعود وراثي ترحال وراثي في الموريتانيين طبعا شو من مصاي قد يعد ابتدائي في بريده وقد يعد الاعدادي في بريده الحمد لله ذاك الترحال قلت انا عن قد اكتسب منه ثقافات معينه بفعل الوساطه وفعل الجيره وفعل والحمد لله كانت مسيره الحمد لله ما لم يشبه بعد شاء تبارك الله اي اخفاق ما بالنسبة لي مفهوم الثقافة حسب تصورك يعني أنا اتصلت بي وقلت لي عن كلية عدل برنامج أنا ثقافة كان أمر بسيطة عندي ما سعى أنه لا أحد يراجع شيء من المعلومات أنا قط قريت شوي ما أدري قال الثقافة الإسلامية وقط قريت شيء في الحضارة قلت عني لا تتسقم صراتي وكل أولين عني لا يجيني معاني توف نقول ثقافة تنقال كذا نقول هو هذا بعيد من هذا وتوف وللأمانة العلمية ذاك بعد ركبت إنه المعلومات كاملة دور اللي نسوقهم للجمهور به اللي نختارهم يفهموا عن هاي الحرقة عن هاللا حد إنه تمراس للثقافة صحيح أنا قصت مع رباط للثقافة وعرفت إنه ذاك اللي عرفت ذاك اللي فهمي غير ما بالتالي لا يبقى زقلها عار ولا عليكم أنتم اللي يجيبوا طيوف أخرين يتكلموا لكم عن كل باب الثقافة أي مفهوم اللي يتكلم حد عنه تمهيديا لا بدي اقول لغه بعد قاعد قال ليش وتداول والصراحة اللي عاد الناس تطرق عليهم واللي يقولوا توصلت على لغه ثقافه لغه العمل ثقافه السيف وثقافه تنقال الخشب التي تسوى عليها الرماح قالوا تثقيف السماح معناه انه تطرق وتوف وما الثقاف هذا هو بالخشب يطرق عليها الرماح معناه انه حد من الثقافه نقول احنا حد مطرق هذا فصيح هاي لغة تنقال الفطنة وكل ما يضيء العقل ويهذب الذوق ويساعد مولي على تنمية موهبة النقد هذا مولي لا زين حد التثقف والاطلاع الواسع في مختلف فروع المعرفة اصطلاحا
هو نظام يتكون مجموعة من المعتقدات والعادات والنسركيات اللي يتم تكوينها داخل مجموعة معينة. الثقافة التي يكونها أي شخص في مجموعة معينة عاقب ذاك تعود هي المسؤولة عن سلوكه اللي هي عقب يسلكه في الحياة بيدي واكتسبها من ذوك الأشياء اللي وتدل الثقافة على مجموعة من السمات التي تميز أي مجتمع عن غيره، منها الفنون والموسيقى المسرح والدين والأعراف. وإذا ما هذه هي عناصر الثقافة، هي عناصر الثقافة. خارج راجل الصهون قالوا مفكر جزائري مفكر إسلامي، قالوا مالك بن نبي عرف قال عنها الثقافة بيئة مكونة من الألوان والأصوات والأشكال والحركات والأشياء المأنوسة والمناظر والصور والأفكار المتفشية في كل اتجاه. إلينا طرحت على راسي الثقافة تفقد زمنا. أول درس نقرأه في الثانوية عن الفلسفة، كنا زاد إحنا ما سعنا نسأل الفلسفة اللي يقولنا الفلسفة تنقال كذا، الفلسفة تنقال كذا، ونفاجأ جابنا فلسفة يونانية وجانا الفكر الإسلامي وطينا ياسر من العمان إحنا نقرأه. عقبنا عرفنا عنهم وتوافقوا عن الفلسفة قال لهم العلوم عذرك حتى كامل قد يوخالك مش يقول لك يوم العلوم. ارتئيت أنا بعد وراني بعد معتذر عليه الاختصاص أنا ما دامت الفلسفة أم العلوم. أنا زاد الثقافة قد تعود هي أم السلوك الفعال، بين الليلين عقبوا طرقوا دائما قولوا عنها هي دائما السلوك الفعال والمسلكيات الإيجابية كاملة. فما ثقافة مادية وفما ثقافة لا مادية، فما مثلا والأساسي بعد في الثقافة عناصرها اللي باش تتكون الثقافة أربع عناصر. شنو هو؟ واحدة المبدأ الأخلاقي لابد بعد قاعد هذا اللي يعقب يعود مثقف. والله تحس أنت أنا عنده حس ثقيف لابد يعود عنده مبدأ أخلاقي. هو اللي بعد قاعد أساسه يتكون بناء عالم الأشخاص. من فم يجيك ذوق الجمال. ذوق الجمال زاد هو من أهم العناصر الديناميكية اللي بعد قاعد تحرك الهمم. حد ما عنده ذوق ما ياسر من الأشياء قد ما يستفاد منها. ومولي منطلق العملي. قال لي الثقافة هي علم مطبق وتوف. أنا عنه لابد من يعود فما تجاه عاملة عملي. من فم يجيك العلم. هذه العناصر الأربعة. ترتيبهم يتغير بين مجتمع ومجتمع، غير بعد دائما يتم الذوق العام والمبدا الاخلاقي متصدرين دائما. زين حط. حركات يوم العام العناصر الاساسيه. زين حط. بالنسبه ما هي العلاقه بين الثقافه واللغه؟ الثقافه واللغه. الثقافه واللغه والثقافه والعلم. بس انتم بعد قاعد بالثقافه والعلم، اشتركت هي العلم هار. تنتهي عمليته عند انشاء الاشياء. وتحديدها وفهمها. العالم مارك اللي هي يبحث بموضوع معين ويقعد على مواقف وقف على مواقفه ويطرحه لك حق. مثقف شنو؟ مثقف هو اللي هي انطلاقا من المبدأ الأخلاقي داير على راسه رافد الهم انه ذي اللي حصلت انت العالم اللي هي يجسد عمله. انا عنه العلم يوفر المعارف ويوفر تحديد الأشياء وتفهمها، بينما الثقافة تعمل على عاملين، واحدة مجرد علم واحدة تنفيذ وعمل. هو الفرق بين اللي دائما يقولوا لك عن العالم الشيء والمثقف شيء اخر، ونحن هون مثقف دائما نمتز الفرصه ما نكون في موضوعها. كل حد يقول فلان ذاك مثقف. يا غير مثقف ما نعرفش كان انتم نجتزئوه نقولوا مثقف مجال معين. مجال معين. تقول عنه مثقف لانه متطلع والله متضلع بالعلم. وهو من نفسه ما هو فعال. الفاعليه ما هي عنده، لا عنده عامل أخلاقي، لا واحد لا هي يجعل عنه يرفع يطبق هاي العلوم يرفع من شأنه أمته. ذاك ما تنقد نقول مثقف، نقول عنه يعرف شتو غير ما هو مطرق. يعني المثقف مثقف العالم الغائب عن ما هو ممارسته عن الساحة تحت الواقع. هي العلماء ياسر غير مثقفين، ما هو ياسر واللي منهم اللي موجود يالتكم هم برنامجكم ينقب عنه بهم اللي هم معرمين غير هم ياسرين تبارك غير لابد احد يدي عنه يتسمى هم ياسرين تبارك اذا قلت لهم توفي كانوا بعد يفهمون احنا الثقافه. انا ارك اللي مشيت لوت من تعريفات غير لابد من نتوق البرنامج يتم دائما استضاف مثقف دائما اختار هذه الثقافه مرتبطه بلغه ما ما هي منطقيه بها اللي هي ثقافه تتنوع بتنوع مجتمع بتنوع شعوب، بالتالي هي تعود كلما تغيرت مثلا ميدانها لا يتغير لغته. يغير فهم ملاحظه مهمه في اللغه. يقول لك واحد انا ثقافتي فرنسيه. ثقافتي فرنسيه
يعطي يقول اكتو عن هو عنده لغه. انا لغتي القتعود المفضله، والله القتعود هي اللي اعطاهم لي انا بعد قد يتعامل بها يتواصل بها مع الاستاذات الاخرى وقدم لي ادي بها رسالته. قال ما يقول عن ثقافته فرنسي. لا تقول لي عن ثقافتك فرنسي لين واسي عنك انك قست الشعب الفرنسي وشبعت فيه وعرفت عاداته عاداته وغرم اللي تبنيت انت بنفسك. فرق بين حد لغته فرنسيه وحد ثقافته فرنسيه. ما شاركوش زين حت. ما شاركوش زين حت. وما هي العلاقه بين الثقافه والفتوه؟ ذاك قصة زين بيدي ثقافة لين فتونة أخرى ياسر من أولا شنو هي الفتوة بعد قال؟ الفتوة إيش تعني الثقافة اللي قلنا عنها كانوا تعرفها ايه. عند الحدود العليا للثقافة تبدأ الفتوة. ما بعدها ما هي معقول الفتوة مثلا درجة أخذ من كل من كل فن غير مولي أخذ ما أخذ تثقيف ولا يعود مثقف ما ولا أحد إنه اقرا هذا واقرا هذا واقرا هذا لابد يعود يمتلكه يتقن ويتمثله ويطبقه هو ملي ويشيع ثقافته اللي الفتى في ذاك اخبار يقولوا عنه كل فتى مثقف ليس كل مثقف فتى. هذا صحيح ليس كل مثقف فتى. هذا صحيح. وبالنسبه ل الأدب الأدب هذا هل كل شاعر أديب؟ أصلاً قلت صور عن الشعراء كل شاعر أديب. لا أنا لا الأدب أنا ما أسعى عنه ثقافة. كفر هو من هو تعلم به اللي قلت حد يقرأ قرض الشعر يقرأ مش العروض طبعاً ويمشي مولي ويقص خيام مولي ويحنكي عنده ويعود مولي يفلوي يا غير وقد يعود عنده نصوص قاع عنده دوام غير سمح الله نقدر نقول عنه أديب يعود مبتسم هو بهذا اللي ما يقدر يعود من التهيدين يقول وذا من المديح وذا من التوجيه يقولوا منفصل عنه هو لا بد يعود هو متمسك به طبعا ويتمثلوا يعود هم اللي أديب حتى إذا عايروا حد الشيء مثلا ما يعطوا قاعوا يجاوبوا يعود أديبته يخلي ذاك معفته وشعراء ياسري الأدباء يا غير الأدباء مولي لأن الشعراء كثر والأدباء أقل غير اللي ما زاروا خارجين الحمد لله طبعا ثم الدخل زاروا الخارجين انت ما قابلت عدي منهم ما انقد ما انقد عدد ما انقد داعيتيها بعض هي اللي ما نوزن هي غير بعد اللي تعرفي تعرفي بعد انا دائما الجمهور المتلقي اللي تغذى على اللي تنتج انتم كاملين كمثقفين وكعلماء تفتروا انتم في الصناعة وانا الناس المتلقية اللي نعود فهمتي لان اجبار منه نعود وقد جدار فتني منه ياسر هذا المتلقي غير بعد علاقة التثقيف الإذاعي هذا مهم كنت نختار الشير له نعم. عن المستمع هذا كنت بعطى عنه عن الإذاعة عامل تثقيفي فعال به اللي ملاها حر ما هو مستخدم ما هو وذن وحدها حر قد يعدل عمل عيده قد قاعد غمض عينيه قد يعد ما معدل شيء غير إذاعة لا هي عنده وذنه وعندها صمام وعندها ليت تصفي له ذاك اللي داخل مثلا متماشي مع ذوقه ولا يتم بعد لا ذوق الجمال فهم وتم ولا لا حاضر من قد التثقيف يحصل من المعارف اللي ما حصل حد في المدرسة ويتم يتنقل حد من محطة لمحطة وبالتالي نعرف الواقج ما قطوا تمدرسه وهم اللي عندهم ثقافة عندهم كم هائل من المعلومات وبالتالي دائما نقول للناس تصل إذا عن مغالطة المستمعين عنها جريمة به للمستمع أذن ذكية أذن ذكية يعني رجاج يقول فكرة كذا استضفتني أنا قد نجيب له قدر من تفيتيت عاقب ذاك اللي يجبرني حتى محطة أخرى والله يجبرني على الواقع ما هو لا يغفر لي ذاك اللي قلت فيه لي ويا متابع القضية صحيح أنا عنه لا حد يتم يحترم دائما أذن المستمع. وعلى ذكر الإذاعة أنت عندك فيها تجربة طويلة لماذا أفادتك هذه التجربة؟ الإذاعة أنا قاعد ما خلص لها بي اللي ما خلص لها خارج شي يقولوه الإعلاميا أنا ما قد نقول يقول لك واحد أنا من خلاقتي أنا من المستمعين وكنت من نادي المستمعين وكنت نعدل ونعدل وتميت ندرجني عقب تعد الصحفي أنا أصلا مليات مزاج ما هو كل شيء يغري وذني للسماع مليات ملات شي لا يشدني حتى اني نسمع وانا عنه داشي بمرحله الاعداديه والثانويه كنا ساعه
كل مراهقين مهم عندهم صوت لندن هذا أساسي عندهم، وأنا ماني صبارة. الراديو ذيك كانت تصف بالبر تحرك لما تصل لا نقدع باترياتته غني عد لا بد لذاك البرنامج اللي مشتركت وأنا وقدر من المستمعين اللي من الوطن العربي كامل ويمشي مثل ما يقرأ معاه نشري راديو جديدة ونصفي عليها ونفتحها ونقطع برتها ونقبضها عليها ما تتريجي ما على لندن الكل أو لا شيء فتوريا لكن لا نوع من غداجة قلت التحمل معناها يعني لذا عماني من ما كانت لي على طريق أبدا ونيت خلاص قاع ما راح تدرس ما أصلا كنت نختار نعود من الأداب غربة وهلا ثانوية الساعة يوجهوا لا حسب المعدلات لأن السنة ذهب الإعدادية كنت اختار نعدل لا أ وتوب كنت نزوقوا بي من الأساتذة يغلوا عليك المادة كان قرينا محمد بن سيدنا عمر رحمة الله علينا وعليه ومشي عدد دراسات عليا في تونس قيل لنا أنه مع محاولة اغتياله من ضمن توش من الطلاب هو كان عبقري غلي علينا العربية جيت للسنة الأولى مدي من الثانوية كنا عدلوا وجهونا الرياضيات بنا معدلاتنا تو قراني أحمد ولي الشيخ عبد الله الأساتذة مودي اللي مودي غلاوا علي العربي شهر احنا لا في تحليل الشطر الأول من ذاك النص الشطر الثاني ما نعرفه أنت كان مولي مثال عندي اللي مثقفي اللي هو يقرينا فهم ومسجل في كلية الإنجليزية كلية قسم الإنجليزية من كلية الآداب وعاطينا صورة نمطية عن دائما أستاذ عربي يقول احنا عنه يعود ما غادي له في ياسر حتى من ما اعتنوا بهم هذا الشيء والناس قاعد تخطيتهم هو كان عنده رسالة ياك يعني يقول عن العكس هو الحالي وتو معناها عني مشيت وعد لين لحقت مولي مرحلة بك مولي قطعت الدرك على الرياضيات وفقوا لي أساتذة السادة قاريني فهم أقارب عندي أساتذة الرياضيات قالوا عنها جريمة نكرة لكن صلى رغبة داخلية والرغبات قالوا عنها لا تبرر وندي عني اللي مشى معايا منها قدر مولي من القسم داعت عنده نفس الرغبة غير مولي ما هي ما توافقنا عليها قسم حكمة كامل قاسدة من سنة كم سنة من وعدين دي بقى منا ندي عنهم دا تلميذتين راني بعد العده ويعود من جمهوري خرصنا زار صحباتي اللي انا واخواتي من خالد احمد رمضان مهندس عمارية والاستاذه هند مثل العتيقه وتم صمات عنه وتم بالرياضيات انا بعد قطع عن العلوم لين نقول لك عنها عاد خان خارج شذو قد العلوم بي اللي حسيت به قرينا البيولوجيا وقرينا الفسيولوجيا وقرينا النبات وقرينا الحيوان غارين حقنا مرحله الانسان اللي هو اللي نقرا كامل اعتبرت راسي فار تجربة اعتبرت راسي مخبر بالتالي عدت نذوق اللي نقرته بالتالي قلت لي ماذا قاعد تم واحد نفسي رسبت من نقط زين إن أجبارهم يغلي يفوتني ياسر من علوم الحياة وتوهم فهم قص المعهد العلمي العالي وعدت توك بعض المجالات اللي فيهم علوم الحياة وفهم البيئة معناه أنه الأدب خليته مثلا اللي هي روحني في الإعلام ما سلحت به ولا قريته مثلا بعد مثلاً أكاديميا ولذا عما كنت أصلا قاعد حاجة لي عن النهار اللي عدنا وراه المدير قد ما له تحية بلي هو مدير أصلا وإذا عتنا وسط الحرة هذا أحمد بن عالي عن النهار اللي هنا نجحنا في كتابي تعدونا تقييم شخص وعدلونا شكي شبه تعدل اختبار الصوت عرقت شمد عرق ما يجد عليك بي اللي أنا أصلا صوتي ما نبغي حاجة لي عن ذي قد يقدروا لازم نبغيها نبغوها من زيدان يخلق لها نفس الحالة ولا نوع قد يعود في طن اللي أضعف الشخصيات نفسه حاجة اللي عن زمن الأول ثمانينات والتسعينات كانوا التلاميذ اللي قصر خارج أهلهم يمشوا لهم أبناء فيهم السلامة ولما خارج من فوكلات حاجة اللي عن أخوتي طال عمرهم كانوا قراوا كانوا من الخارج يعني أنت نسجل فقرتي قص بيت وحدي ما واحد أحد ولين تلوم اللي تسوي صنت أغلق عنه مثلا يحس فينا قد عيوته نشعر منه تو دواري قاعدة لي لجنه وفيها وجه إعلامي أنا أعرفه ودواري أنا مثلا أشفقت عليه معنا بعد قال يا صنت لي أنا أقدم نشر أخباري وليها عرقة ومثلا لذا ما بيني أنا وهي شيء غير لين نقول لك عن سوق العمل أنا هو اللي فراض علينا هذا أني كنت مؤمنة بشين قالوا البيئة ومزت مؤمنة بها وغلاوا عليهم الياسات ودكاترة فيهم عبد الجليل والحويبي غلاوا علينا بهم اللي مثقفين في المجال وتو ولكن بمعنى الثقافة كنا نقولوا له وخزوا بنا كساعة مولي في الحكومة قالوا لنا عن مولي عنك ساعة عام تخرجنا عندي يعني دفعة ثانية منها
عنها بومباوها مع التنميريفيا، قال وزارة التنميريفيا والبيئة، نحن دوك نضمن وظائفنا بين اللي قطعا عن فتحتنا الدولة ذراعيها وضع الحكومة الدولة قاع مفهومة أكبر من ذا، وجد علينا عن اللي يتلقفون بالأحضان وعن ولا يشقلون، ما شد حد خبرنا بدا دفعتي كاملة ما شد طلبنا في المجال، ما هو قد عدد رقاجين دخلين مشاو عدلوا التعليم، مشاو عدلوا التعليم وفي مندوب واحد في الربيع في الداخل وقد اللي تلفينا هذا ما بعد ياسر مولي ما هو بالعجلة وتوه ولا خلق بعد خلق قدر من الكوس. إذا الإذاعة كانت الإذاعة دون ياسر قلت لك عنها تميت توه مرحلة تيران العنونة تخطيناها عنها هي مرحلة المحطة الأولى للشغلة. الإذاعة فكرك إذا تميت بداية 2012 والله بداية الصيف زاد حمانة إلي إني جابت لي طفلة مقيلة معانا شريت أخبار نواكشوط قالت لي راعي لك إعلان هون عن إذاعة حرة لي تفتح قدمي فيها ملفك. قلت له اشتي أنا هذه واحدة من جمهور الدراما المصرية أصلا ونعرف شرايط نعرف صفحة الوفيات نعرف الناس اللي تخرصها يوميا نعرف اللي خرصوا صفحة هذا تلواد البحث عن وظيفة وحدين يعدوا كلمات متقاطعة ولكن كانت جنين اكو تقولي لي عني في دبي توجني عن جاب لي عدد من جريده وعن في اعلان عن بحث عن فرصه عمل. قالت لي شوف هذا ما هو كذا قالت لي خلاص عاد قالت تاريخ الجريده بين عرب قد يعود كان مغلف فيها حد كتاب والله تقني فيها مبور والله ايش لو والده اللي بحات. قلت له دحين ايش معك نعرف كان الحق والله ما حق. تاكدت انه قالوا لي فعلا حق وكاله اخبار وكاله نواكشوط الانباء اللي تفتتح اذاعه حرة وتعرف تحرير السم هذا الفضاء السمعي البصري كان طاب رايك الساعة ما كان حتى جاد علينا. قلت له ماني خاص للشيء خارج ملف عندي هون كراطين الشبيون زمني ريفي صدق منهم نسخ ونجيبهم وفعلا عدلت ياسر من الناس عدلني الكتابي وعقب انفرز عاقب ذاك طاحت عندي انا 75% من ذاك النجاح مثل انه خلق بعطاك. بالتالي جيتها ما نعرف شيء عن الاعلام ولا الصحافة قد دخلت مؤسسة إعلامية وطنية ولا جيت أتوه نقد نقول حصلت نهاية المطاف أنا نقد نقول عنها المعهد الإعلامي اللي احتضني وقراني بي تقريت الإعلام ما تحتاج إلا النظرية فقط طبعا تحتاج إلا للتكوين طبعا يعني جيت لمرحلة ماسترتين أقرأوا الإعلام تتخرص والد المواضيع كل مواد نقرأ كنا نعرفهم بين اللي طبقناه مارسناه عندنا اللي نحتاجه توه لرواية شكلية ودرجة جديدة قطعا عن ذيك الفترة من عمري من الفترات اللي أنا اللي كانت مهمة في تكويني. أنت مشيتي عن البيئة شو الإعلام هل هذا كان اختيارا أم اضطرارا؟ البيئة مشيت عنها هي اللي مشيت عني أنا لا أحد قريتها ومتنت الراس عندي صحبات وأصحاب مشاو كملوا عادوا دكاترة في المجالين جاوا تاو يقروا قروا في نفس المؤسسة المعهد العلمي العالي اللي أسس دوالين عنها الساعة خلص عليها 500 وقضى 700 وقضى وترسمي ما هو خالي ايوه نحن هو نقرأ ما وياك عدو نعرفوش نقرأ وياك نجبروا نتائج زينة نشكو بيها ونكونوا شهادات من أجل عنا نشاقلوا ما هو علم مرفوض العلم مرفوض هي رفضوا لا المثقف ما هو المتعلم. بالتالي وصفت بعدانا بخيبة أمل من قد عني ماني مكملة إن شاء الله شهر دراسات عليا بيدي كسف عمي توقي قد الرهابة دم يجرني عند مدى نص قدر قد حا. وبالتالي ما أريت الشغلة في المجال اللي أنا قريت خليته جانبا ونين أم اللي أنا جيت المجال هذا إعلام ما كنت مسعى أنه يقبل وقع شهادة ما شهادة حد تخرج منها علم الاجتماع والله الادب والله شيء لو ما ما قدروا شيء اللي اخترت تعود تو فرصه عمل اللي اكتشفت عندي اعلام يحتاج لتخصصات كامله وتوف وجيت ودربت دربوا السعوده هنا بعد مشي وراتب متكون متالبي عقب ذاك لا حكم انا وخلينا في المجال نتعلموا من عثراتنا ومن اخطائنا وكانت تعامل معانا الاداره تعامل تعامل مثلا عارفين وتوقت حالنا مقدم النشرات والبرامج هذا بعد مونيكرو ياسر من صحة اللسان وعدم الهفوات اللغوية فما صدت التدقيق اللغوي بعد السياسي أنا أنصح به دائما أنا دائما عيد مرة تمني قدم نشر هذا شيء يقول لي حد أنت لا تمحصي تمحصي أنا أعود كلمة ما عرفت أعرفها ولا أنطقها ولا أنا أعرفها والله أنا أبحث عن أسوي عنها حد حذاء ولين سجلها والله نقراها مباشرة يعني لين نشعر عني لين نقرا شيء صالح معناها عني متين وجهي قاعد لين تنفرصك انت المتلقى عني يقول لك شيء خاسر
لي الحقيقة يقولوا لك الخطأ الشائع أشبه من إيش؟ من الشيء صحيح الصواب ذاك اللي مدنا ظل اللي ظل ما نعرفنا نار ومش لو دوري توقع أنا نجبره خطأ ما يقدر يشبه من الصواب بالتالي ذيك المحطة تكونت فيها وفيها كان كان فيها طاقم متميز من جميعها فعلا انا استضفتوني مره والله متميز غير كنت اتهم عنكم انتم اهل الاعلام مقدمين نشرات انا عندكم لغه متساهله يمكن ان تتساهل مع القواعد النحويه والله ما لك ما هو حق ذاك ما هو حق ابدا ولا قد قاعد يقبل حد مثلا في ذيك الاداره به حماه الضاد ولا يقبل رجال يعدل ذاك حاجه لعنا مره كنا مع احمد يعني محمد حمود اللي هو ودادي اكبر ما عنده شي معلومات فهم قال لي عنه هو يسمع شي فهم قال لي فهم اشخاص ما يعطوا تري وخلوه ياخذوا على الوزير يقدمون نشرات قلت لهم مالهم قال لي عندهم لغه مخنثه قلت مخنثه شنو قال لي كل يقولوا تشي يقولوا جي ما هم فصحين قلت له تقعد الرواية خلقية قال لي نعرف ملاهي نعطاه الشيء لكتابته نعطاه شيء اخر يوحي شيء يعود ما في نطق ذا هو ذا محرج ما اللي اقبضته انا بعد كتبت بعد عن اكتشفت عن خارج مصطلحين قالوا لغه مخنثه انا ما كنت نعرف وقال لي عنها باط مشينا حتى بشكل ما وانا بعد انصح دائما عن كل مؤسسه اعلاميه تكتب دقيق لغوي تعود تعطيه خلاص ما خاسر اي شيء بيدي لا يعود دوامه اكثر لا يخضع عليه مقدمين كاملين والمقدمات ومتكلمين وذاك الشيء بالتالي ما يعتمد ترضى المؤسسة أنا تم الشيء مثلا يعني يفطن له قاعد ترك الابتدائية المنصوبات والمرفوعات مشكلة قاعد لا ترك الابتدائية مثلا نعرف الشيف قال لي عيسى باطن قري قال لي تم ما قلت لي عن المفعول به مثلا انه يكون منصوبا مثل والله قال لي راعي فلان يظهر يا الله يعود يا الله يعود ما سمع عنه يا الله قاعد فعلا اللي قاعد عنده رتبه عاليه قال لي ذا هو قال لي ما وسه جر والله رفع قلت له بون تلك تعرف الكلام معاهم عنده ما ما تعرف الصيف غير هذا محرج حقيقة محرج بعد قال لي الإذاعة مدرسة هم كانوا يقرأوا قبل أول نهار في المدرسة إيه منين قال لهم شيء عكس ذاك لا يخلقوا لهم خلل كاع هو تحصيل يخلقوا لهم خلل حقيقة ما تقطعن عني دائما طالب بيعودهم ودقيق دائما ولا يتحدى هم اللي قاعد مثلا يكبر عنه باللي قاعد على مصلحتك انت يعني انت عدل تقول شيء صالح لا قاعد تعطيني تحت يدك كان حد يسقم لك غير شنو الناس يعجل عن ذاك انتم قولي لي شيء آخر أنت في مرحلة من مراحلك اهتميتي بالبيئة وقريتيها واهتميتي بها تثبيت الرمال هذا شفت الحزام الأخضر الله وكنا نعدلوا فيه تجري رسالة تخرج مع التبيه مثل النشاطات هل أتت أكلها؟ أتت أكلها بعد غير خارج شيء لا بد ألومنا باستمرارية احنا مناخنا هذا اللي صحراوي والمناخ اللي له الساحلي وذا الشيء وحد مثلا يعذروني بعد الجغرافيا بهم اللي اذا قاعد يعطي الجغرافيا يعذروهم الاغني يا ضدهم مثلا يعرفوا عن هناك حركه الرياح دائما هي اللي من ضمن عوامل اخرى مع الجفاف مع هذا كان وقلت اهتمام احنا بالتشجير من ضمن العوامل اللي لا تعود مسببه دائما لزحف الرمال معناها عنه شيء كامل دوري والله زاد مستديم والله موسمي ياضت مكافحته زاد هي تعود موازيه للمسببات فعلا البلادات اللي كانوا مزبتين احنا كنا نعرفوا هذا علاب تجنين وهذا مرصة المغرب هذه ماركانت علب وبلادات اخرى من فيكي لان خارج البلادات كانوا علاب بقار ما يدخلوا خلي قالوا ذاك عمليه البذر الجوي ولا بعد خارج البلادات عاد البذر الجوي هذا قالوا انه محادر له ما قدر الحكومه بالجو بالتالي عاد لكن قالوا تثبيت البيولوجي وثبت ياسر من هذا السنة الرمال وهذا اللي صار ميكانيكي تنقال هذا ران الزرايب وتعدالهم مره بالسياج ومره بالتتارك اتى حتى كل هذا الشريط الساحلي لو كان ما وعدت التثبيت كنا له فعلا نعود ما كنت قاعد من العواصم المهدده دائما
مثل المد البحري يعني تحت مستوى البحر مطر. وذاك بين الثقافه اللي كانت سائده في البنيان عند المهندسين المدنيين والمعماريين والناس اللي عندها باش تبني كان دافع على الصبار. حد يقبل الصبار يبني به ما هو ثقافيين. ثانيا يعني اعرف عن ذاك الملح اللي فيه قد يعود قاع حتى ما هو قاع المواد اللي حتى تمتن مناعه القازه حتى ياخذها تصميمه. بالتالي السابق يحرم قطعا عنه كانت جريمه نكره وتثبيت فاته حتى وانا عيت عدل من الشباط انا من نفسي في الضواحي قطعا عنه ثلاث مراحل تثبيت ميكانيكي تثبيت بيولوجي تثبيت علمي. هل ما زال متواصلا؟ انا قاعد عنه شيء غير بعد الاخبار غير بعد من الناس اللي تشتغلي معاهم فم انا ما ادري ما قد اشتغلت معاهم غير بعد نعرف عنهم عن خارج ياسر من الشيء نسمعوه غير الصداه ما ادري حتى ظهر لي عنه مرحلته يقولوا لك الفتره البنيانيه والله كان حد فعال والله شيء مهتم بمجال معين والله مثلا عنده صداقات شراكات مع 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 مؤسسات دوليه والله منظمات تعود مهتم بهذا وانا بعد ما استعني لي شيء عن نسمع قضيه التثبيت هذا وقت انه بعد ظهر لي عنه مفصول في هذا الطريق انا ما عمري هي صراعهم والعلم ما يقدر يوفى ما موفي تثبيته وهون عليه يعود تثبيت بيولوجي دير انا صدق ما قاعد يمشي محل العلب يجي يمشي محل العلب قاعد يجي يمشي قاعد هو بينه على راسه والله من الخير انت غير بعد السابق كنت خطاوة الاذاعه كان عندي حلم اول قلت انا عندي اذاعه اكتشفت انا يعد فيها انا وسيله ايصال رساله بس وصل رساله المستمع دائما يتلفن لها والله رساله الاعلامي اللي قدمنا ما ادري فيها وتم دائما عندي حلم اني بعد وفاء التخصص اللي مثلا تفانيت فيه وتم بتر حلمي ما قدرت اني اقدم فيه خطوه دائما اختار عود عندي برنامج يعود يتكلم عن البيئه ويعالجها ولكن ما كانت سهله القضيه به لي طاقم كان ما شاء الله ياسر والمسطره كانت مولي زحمه بالتالي ما كان هنا قاع بدن فراغي قد حد يجبروا البرنامج ثانيا مولي صداه ما هو حتى عند هنا ما هو جابر اللي يستحق منها ودائما يقولوا لي في الاداره ما هو يجبر مستمعين والله ما هو يجبر ضيوف يقولوا لي اعطوه لي انا وتواد معه بعد عام ونص في الاذاعه حد اني تميت فجاه مولي ما بتقنط منه خلينا اعطي المدير التنفيذي هذا يوم الاثنين قال لي اشتي الصبح يوم الثلاث بين الساتة الى السابعة رأينا الكل من الساحة عدل بيها برنامج جديد ورأينا مسميته الفضاء البيئي وليت عدي من حلقتك الاولى الصبح شفت هذا عادلي مثلا ندرت قبال على الميحك انا تميت قانطة لين قالي الصبح قلت انا عني الفرصة لين نتهزة لعله هو مولي ما نحضرها والله ذا لين قالي راهي ندارب لي برنامج اخر ان شاء الله الشباب نشيطوا قلت له والله ما في مشكلة حاجة اللي عن البرنامج لا بد حد يعدل له ايش يقولوا له هم هذاك خبر بعده هم البرامج يدير له مثلا برنامج كذا اسمه يعالج كذا تعريف فيه واوقات اعادته ما قعدت نعرف وقت اعادته قالت لي تطلع لهنا نسجل وشاكره بعد زميلي ابونا ولا امي دخلت جمت النورين كانوا قدموا نشره ذاك الوقت قلت لهم ولا اعطاني ولا بعد قاعد الحمد لله انا بحاششكم انتم ما يشتغلوا بعد قاعد تعدوا تعدلوا لي مقدمه البرنامج قلت له قال ابونا ما عندك مشكل اذا هم اللي خاق اللي رحت جارته قلت له برنامج الفضاء بيته وبطقنا مورقته قلت الفضاء بي برنامج انا قلت برنامج الفضاء بي ابحار في عالم الاحياء وارساء على شواطئ الطبيعه برنامج الفضاء البيئي هذا العنوان يقول واحد انه يقول داخل الفضاء مثلا يقرب انسان مع محيطه وتشوف ما عقب ذاك هو ابحار في عالم الاحياء ورسو قلت انا عنك ابحار مو ما نعدلها رسان والله تعدها خاسر هو ذاك الوقت ما عندي حدا يذكي اللي شطرت اذا قتلت بحس قتل العنوان بعد شاعري العنوان شاعري اللي ها العنوان شاعري بحار في عالم الاحياء ورسوب على شواطئ الطبيعه اللي جاني ذاك وتوده هو اللي قد يخلط منه شي ذاك نفسه وعدت له الحق الاولى منه
ونختار بعد ليبيا بعد يعود ذاك الوقت الصنتول يعرفوا عني فرحتي ان شاء الله. لا ما تم زادية عقيرة شعورها شوي قلت عني انا عدل عن مفهوم ليبيا تسوي المستمعين ما بتراي ضيف غادي نقول بعد عني لين نعدل البرنامج وعنو نجمع مودي المشاكل البيئية نعدل عنها برامج قلت لي اكل ما تبين تعرفوا البيئة والله البيئة تنقال مبارك قل واحد ما نظر البيئة تنقال في زورنا مديت نفسي البيئة الصالة مجموعة الحضارية البيئة تنقال الزاز والمزور مثلا عرفت انا بعد عنه فهمه هو تو انا قلت النظافة عنه ضر المحيط البيئي وعرفتهم اللي عن شركات النظافة يقعدوا مهم عندي ذاك لي يابا وتو من فهم صلت انت والضيوف وكان برنامج قلت انا بعد عني سقراني شوي عن ذاك اللي ما رايت من الشغله في البيئه ثقفني مولي بيئه لان كل حلقه لها تكلفني ياسر من الشغله تقسم البحث والمواكبه مع مولي اليوم العالمي ما هو كذا اليوم العالمي ما هو كذا مولي لا بد احد يمشي مع ذاك يواكبها به للبيئه والسام ذاك كانت تجربه غنيه نقول لك عنها ايوه يا ام الخير انت ما انك شاعره قلتي عنك وان كنت اجيبه بس الحالة الأدب عندكم توما استخبرتهم عند رقادي لا بده يعود عنده صنف من الصنوف الأدبي تقول والله لا يعود متذوق لا يعود أديب أديب زين الطبيعة أديب إيه فهم ذاك زين الطبيعة لا من الأدب هذاك بعد من الصنوف أنا بعد ماني أديب وعندك نظرة بعد عن الشعر كيف أنا نذوقه أنا قاعد الشعر عيشي تعدلي منه شوي وتلمي ما نضع شتاك هارك الرجاج اللي يقول لك عنه كان يغني في الحمام اكتشف عن صوته زين وعنه كان مولي بداياته يقبل كارنه يكتب فيه شوي ويلمه من كذب انا كيت راح قلت لقراي بعد نص منه من دون اخلال بالقواعد العروضيه ما هي الله بعد لا بعد نعرف لك عنه غالي علي وعني نذوق امه اللي نحس عيت مره نحس بنفسيه الشاعر نفسه عيت نكون راي عن اي روايه وانت من اذا والي شاعر ناشر نفس الاحساس اللي حسيته انا معناها انه فهمش من المشاعر المتداخله اللي قد يشتركوها شعراء مع الناس اللي مثلا تقرا لهم انا عنه لا ماني شاعر انا كان كعيتي تتندمي على عندك فكره تختاري كنت تقولي هالشعرين ولا قديش كل نهار كل نهار انا قاعد نختار نقول تبرعات انا غير غالبة انا تبرع ودغنا هاي الله زين عندي كل ما قصار هذا انا اقول عن طلعه انا تلخص في قاف المعنى كامل يلخص في تبرعه ومعلقه يجيب حد بيت والله هنا مناية من الدنيا غير ما عندي الآليات هو ذاك الحد ذاك اللي ولا ما حاولت شيء ياك معني أنا نتعلم أنا مالي كسول وما لا ينزل عليك به الوحي مولي وصل الناس لا موهبة لي عنه وتون الموتو أنا بعد موهبتي موهبتي ما يمو تتعود منزورة شوي وفهم شي مولي يقولوا له واحدين مولي قصيد المنزورة أغلب ينفهم ما سنع قصيدة اللي هذيك اللي عندها قالب قصيدة المنزورة هاي الرواية قارية ما عرفت ما قدر نقراها وزين بعد عندي المقامات أنا أرى أن مقامات زيني هذا الاسم ورأيي بعد فيه مهباس ما عنده أي أصداقية القصيدة النثرية أنا أرى يعني هناك تعارض بين أنا مو غرضين غرض الشعر وغرض النثر تعارضين لا إما تقعد الصاية لعبوا على المجاز أنا شفت ياسر النصوص مصرخة في الهواء وقرن في كذا أنت نصور أنا مثلا المشهد ما سعنا على مسرح ونخلي وما سعنا يتدمغ على الدمية وهذا الشيء لو مو مصوع فكرة نبي لغير أنا بنفسي مستوى ما أعرفي ما تلحقته والله قبل أختار أسوي لك عن والله نعطيك فرصة نعطيك فرصة لإعطائي نصائح أو توصيات أو لها علاقه بالمجال هذا المجال والله لهنا طيب بعد قاع ما هي قاع توصيه هذا طالب اللي نقدمه انا كنتم في البرنامج ان شاء الله شكرا نختاروا داوي لبزاته انا خلال قرايتي ندعو قاع قدر من الناس المطالعين يقراوا الاعمال الكامله للمفكر هذا الجزائري اللي قال مالك بن نبي وهو مولي مهندس كهربائي هو انت نقرا سيرته ذاتيه ذا هما ولا احد انه كاتب وتوفى محاضر ومهندس كهرباء معنا عنه ايه اللي مثقف عند منين تيت نقرا له شي من محاضراته هو اللي عدل عن الثقافه قطع عدل لك ساعه محاضره
سنة 59 سووا لهم الثقافة وقالوا عن قد عنده الخارج السؤال به اللي قال عن السؤال عنه ما يقدر ينطرح بالسلطان ولا يقدر ينطرح أدهرة مراحل والله أدهرة الصيغة الصيغة الأولى قالوا كيف تتكون ثقافة معينة ويعطي عدم لي جواب متضمن لمولي الجواب الكلام عن حقبة تاريخية معينة لو قال لك عن السؤال أنه يجيب عليه عالم الاجتماع أنا عم كنت أطمئن أنا عن دكتور ويا ترجع من شارة ثنيبة تطلبوه يعدلكم حلقة عن كيف تتكون ثقافتهم معينة هذا السوسيولوجيين هم اللي قدوا يجاوبوا عليه تحية للدكتور بوياتي. مرحلة الثانية قال لكم ما الدور الذي تؤديه ثقافة معينة قال عن هذا يجيبوا عليه الناقد الأدبي والله الناقد الفني أنا عنكم لا تختاروا من اللي حد تعرفون أنتم عنه الحق مرحلة ناقد ما هو اللي منتقد يعدلون حرقة كيف ما الدور الذي تؤديه ثقافة معينة عرفنا قاع كيف تتكون قال ما الدور الذي تؤديه والسؤال التساؤل الثالث كيف يتم إعداد ثقافة معينة؟ قالك عن ذلك يجب أن يكون ضمن إطار اجتماعي سائر على يشمل سائر فئات المجتمع ولا يقتصر مولي على صنف معين واحد. وفي الأخير بعد أخبار هذه بداية التوصيات على قضية الثقافة يتعين علينا أن نكون رصيدنا الثقافي. كونوا ثقافي هم اللي عملي ما هو اللي تعليمي ونكونوا هم اللي بصفة عد فعال علينا أن نكون رصيدنا الثقافي الفعال وأن نصفي راسبنا السلبي نحن قد نعودوا عندنا ياس من الثقافات السلبية قال نقبل إلى صوصاي إيه صوصاي إيه ما نقدر نأخذ من الثقافة ما أخذنا على الثقافة والمدرسة بيديش الناس يقول لك بلان ذاك ما هو مثقف ما عنده كونكور ما قط قاع قرأ وفي المقابل تجبر واحد فات مشينين بعد وفد اللي عليه يقدر يجبر بعد نتكلموا لي عن مرتها طبعا أنا تخرج من الجامعة وبينك التراسك تعرانك ما تقول تسميه مثقف يعني تشوف تدوينه له على حسابه اللي هو لغته أطم قاعد عندك المخنث ما عنده توف رصي هذا نشاهده كل يوم حتى قاعد عادي قرر مادة معينة وضع شيء عدوه ما هو جايها بطريقة جدية وضع واصل له ما هو بامتحانه شفاف لا تحس عنه هو هذا الله. ما تقدر تقول عن المدرسة بعد عنه هي العامل الأول مدرسة أنا ما تحل مشكلة الثقافة لوحدها بها لي مدرسة خارج ياسر من الصفات الأخرى اللي فيها زرع الفعالية وزرع استحضار ذاك المبدأ قلنا الأول مبدأ الأخلاقي واستحضار ذوق الجمال والدافع مولي العملي محفز العملي هذا كامل مدرسة قلت أعطينا شيء نظري يغير بعد نعرف عنه في السابق كنا نشوفه الحدائق المدرسية كانت خارجة معناها عنا فم وعي كان أصلا بوضع صداقة مع البيئة وضع زاد شبه صداقة يعدوه للنشء دارك ما تشوف مدرسة ما مقطوع عنها يقول لك احنا ما قد معدو الحريزة لأن ما نراه باش نتوضع بالتالي يعطي المن يعطي ما يعود مجانا ويعطي عود ما يضوها مجانا بيدي يعطي تعود فيها مخابر قد يعود فيها ياسر من الأشياء اللي يحتاجها الترميدي معناها عنه غياب الفاعلية يؤدي لتخلفته معناها عنه بعيد حتى قال حد من التثقيف وبالتالي نوصي بإشاعة عدة ثقافات من أشياء أنا كونه جيل مثقف وضع مؤسسة من العاملين المثقفين وضع المسؤولين لا بد أن نجوم حد من الابتدائية بين الرواية جقلة عشان نزرعه لا ممكن ندرنا كيف ندرنا العرصة نشيل الابتدائية ونحاولوا عنا نزرعوا فيها الثقافات اللي منها نظر يندروه في المناهج واللي منها تطبيق نعدلوه ممارسات شنو هي؟ الثقافة البيئية ككل أولا ثقافة النظافة فرق الكناسة معناتها خارقة كانوا خارقين فهم واحدين حريصين على أن يخلق تعاون على القسم واحدين يطرسوا السبورة الآن فرق الكناسة ما هم خارقين ما تحد ترميدي قد يقول له قرا عنه بعض اللي أكثرية مدارس الحرة قاع عندهم حد كارين ولا مدارس النظامية قاع ما هي قاع عن بعض يشيل شي بيدي لا عنده شي وقت معين وتوه وماتت عندهم من دعنهم عادوا خايفين عليه نفسية الطفل مواسن عنه ذكروا ايوا ثقافة احترام الطابور اللي ما نقروا للتلاميذ واحد منهم ابتدائية نمشي انا لين خلاص في كثير وضع لين اسحب شك انا ما دربتك عن الطابور لابد من اغلق نفسي لين ذاك السابق يسبقني
معناها ثقافة تكون في النشأ، واحترام كبير يواجه احنا مجتمع داسر في الأسرة الواحدة وفي المؤسسة الواحدة، ما ينقال عن ذاك ما يتواز. أنا كرجال كبير يتكلم حد يسكت، وإذا بعد قطعنا عنه نقول لك عني أنا بعد قطعنا نعيش يوميا في المنازل. وثقافة الاعتذار وما أجملها من ثقافة، ما هي لكن نعتذر، لكن ما سعني ما هي عندنا، أنا ضعيفة عندنا غير نادر مو لها يدرب عليها حتى. كرق حد في الشارع في السيركيلاسيون غير ما هو لها شوف ما هو لها ما هو قاعد يتوقف عنده، وقال هي في قعقع انت قاعد تعود بجماعة ويقول لك حد كلمة تعود ما استمنا وظالمك غير إذا تعتذر لك يقول عنه لا يقول هذا لا لا يعود مضعفني حتى قدام ووضع كذا. ثقافة الاعتذار من هذا المعتذر تديره في مراحل من قيمة ما هي معقول. وكذلك ثقافة التسامح، ما نحن وليت 27 تاني نقدر بخارة ونقول كل حد ما يسمحوا له يسمح لنا، والله ليت رأس السنة الصديق اللي سنة النصارى وضع المسلمين، والله ليت العيد، والله يوم الجمعة، هو التسامح يا ترقى جيتوني تيرقد تسدسات وما يعرف كانوا ذاك النوم الخفيف كانوا يعقب يعود ولا يقص في الرابع العشرين والله مسدوا له محول خير فيه. أولا يسامح المسلمين كامل ويعود هو كون أم اللي ثقافة التسامح مع محيطه ياك أم اللي يعرف عنه لا يسمح له أم اللي ذاته شد ثقافة التسامح مالي ما ولا يسمح لي نسمح لك أنا التغاضي أرجع يعود من نفسه سمحته. ثقافة التبرع، التبرع هذا شفت بعد في ثقافة التبرع تبرع بالدم بعد هذا أذكر عنك اشتغلي في العمل التطوعي الخيري لكن ما قلتوا انتم غرضي انا بعدين نقول باطني جابوا الموت ايوه الله التبرع شفت هون ثقافه التبرع بالدمعات الحمد لله ان شاء الله هون الشباب ان شاء الله مؤمنين بيها ويشيعوها غير ثقافه التبرع هم اللي شاخر هو اللي حط طبع لثقافه التطوع التطوع رقاجي نعرفه زمن ناس عدل فرق الكشافه والمرشدات وكانوا ياسروا الرحلات الصيفيه والمخيمات كان فهم تطوع وتنظيف الساحه عمومي حط طبع للتطوع قد يتبرع بلي تبرعت لا زاد انت اعطيت شيء من جهدك وضع اعطيت شيء من مالك شكرا على التبرع بالوقت اللي ما ادعوكم ما زالت فهم ثقافه الايثار في دقيقه ثقافه الايثار نعم يزرون على انفسهم الايثار وتوف كانك الايثار خارج الكرم وخارج الجود غير خارق الإيثار من الله انت قاعد الإيثار الكرم موجود تعطي شيء موجود الإيثار لا تعطي شيء فاصل التبيت سبق في حدها. وثقافة مولي الالتزام بالمواعيد لكم مولي دا تعودوا انتم الإعلاميين تختاروا حتى الشاعة تبيه اللي احنا الضيوف عنا ما نشوف الوقت بعبارة واحدة تريدين منا تريدين أن يتغير حالنا قبل أن نغير ما بأنفسنا وذلك ما يصح نحن نغير ما بأنفسنا وبأيدينا لا نغير بايدينا غير قلت لك لا ما عندي ابتدائيه الثقافه والموسيقى ما قد ما قد تجي هذه نعود مثلا وقت مشفش ما جات الثقافه الموسيقى الموسيقى مكونات الثقافه اللي ترفع المستوى بالنسبه لنا احنا موريتانيين عن موسيقتنا عنها تقول تعود حكم وتقول تعود مثلا مؤدبة هذا تهدين عندنا وعند تدينية جماعة ما قد جاء ما واحد فتة أصلا ما سولت لك أنا أخفتك تعودي ما تسمعي المزمار ونقول عن رواد هذه المدرسة رواد هذه الثقافة عن مصباح والسفراء للبلد يمثلهم مولي في المجتمعات الكبيرة شكرا لك جزيتي خيرا رانا تخطينا ثقافة التالت خطينا ياسر ثقافات كثيرة ولكن ثقافة المجتمع الموريتاني ولكن ثقافات كثيرة ثقافات كثيرة ولكن الوقت مع الأسف لا يسمح في نهاية هذا البرنامج أشكرك شكرا جزيلا وأشكرك اللي ما كذبتيني قلت عنه متميز وستدركين أنه متميز فقد تناولت كثيرا من الأفكار بالصورة منسابة تلقائية ومفيدة جدا أشكرك وشكرا جزيلا باسم المشاهدين وباسم الشخصي كما أشكر الزميلين فاضل محمد سالم والإسحاق وعبد اللماه اللذين توليا الجانب الفني واشكر الزميله امينه تومه الفويطر على المونتاج والى حلقه اخرى ان شاء الله مع ضيف اخر الى اللقاء.